وسووا قصائد خدعوا بها الشعب والله رقصون. واحد يا اخ فنان بيقول له الجزار ده قلب من الغنى خش مديح، مسكوا مكاشف القوم ملومله ما شفتوها بختموها الحفلة، خلوا بوب ومارلي والشغلة دي بيقول ختموها بمكاشف القوم. مكاشف القوم ملومله لككين سككين ما هل شنو بعرف. بعد شوية حمار وقع في الطين الدول بنزين، في حمار دار بنزين تفهم كيف وشنو ما بين ويئين. في النهاية اختموها يا هادي اهدنا يا هادي تريريم يا زول الله بيدعوه بموسيقى يا هادي اهدنا تريريم تريريم تبتلعب بدين الله سبحانه وتعالى. ويجيبوا بنات يا اخ في قناة ساور وفي اذاعة الكوز، يجيبوا بنات في قناة ساور يا اخ متبرجات واحمر شفايف وتوب كيف شغالات. احمد يا حبيبي سلام عليك يا بيت الكلام ده كيف والله. واذاعة الكوثر اذاعة فاشلة يجيبوا بيت تتصل الو معاك حكمة تفضل يا حكمة. يوم الاربع قبل كم سنة يا حكمة نحن اتفضلي والله انا رأيت الرسول في المنام جاكم في اذاعة الكوثر. ديلك بدل يقول لها شغلة دي يمكن هناي ولا كذا، قال له هاي جبريل وميكائيل قاعدين في الاستوديو. جبريل وميكائيل في الاستوديو بتاع الغنى نازل بيلعبوا يا اخو الدين ذاك ركيني بغادي. قال الرسول في المنام جاهم في الكلاكلة مربح ستة وكل معاهم بالتيخة ديلك بغادي. اي زول غلبته الشغلة دار يسوي له طريقة جديدة والله الذي لا اله الا ذاك اللمين ذاك بتاع ذاك حوار وتكسي ومحايته بيبسي وشنو كذي جلكسي برضو في حاجة كذي جلكسي بخرة ولا غيره الله أعلم جلكسي. قال لامي بنات وأولاد وقال بايعوا الفنان منه وجابوا كذا وإلى آخره وبنات بيجاي تمد له يده يمد يده والبيت راقدة في يده خاتها وشا في يده. يا ناس ده ما لعب الدين والله الذي لا إله غيره. بنات متبرجات وأولاد واختلاط وكلها هوس. الدين ده دين نظيف نزل به أخ جبريل 600 جناح من السماء نزل به الرسول عليه الصلاة والسلام نظيف. رسول تركنا على مثل البيضاء على المحجة بيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. ناس ترجع للأمر العتيق الدنيا دي في حدود الشرع ما حرمنا عليك وكل أحسن أكل. ما تصدق الصوفية شغالين سار الليل للقرض قرش، قال لك قرش قرض منه سار الليل للقرض قرش. ما هو الحبوب ما هو الأغبش عنده حصانة ما بتفتش كهربته العالية بتحرك تش. هسي ده دين سرتي حرتي سرتي ما هو الفجل ما هو البامبي دخل بلياء طلع كيكي. هسي ده دين ده دين ده ده دين ده ده دين إسلام كلها لخبة يا أخ لخبة دين الله. والله الدين ده نظيف توحد الله الخلق الكون سبحانه وتعالى. ولك يا أخي الشيخ ده بأكل الكسرة بأكل كم نفر 200 باقي العالم باقي العالم ده شتل بأكلهم منه. الناس بيأكلوا مندي دي لأكلهم منه بيأكلوا في الأقشة دي لأكلهم منه كسرة حامضة ذاتها والشيخ بيأكلها معاك اديك في الكسرة برة وتهد بيضرب في العتان عتان ضبحوها وداوين ما هو جايها جوا قالك قاعد وده بياكل لك كسرة حامضة وتلقاه يلمع يقول لك الزول ده ناظر وشو ناظر شغال شنو وشو ناظر من زول قاعد في المروحة والمكيف ما بيبقى ناظر ليه إذا رلادي وشو ناظر اللي اشتغل طلبة تاني يشوف الحاصل يقول لها لخبة يا أخ ولك بأكل الكسرة وبأكل هنا باقي العالم وصف المشكلة الأكل الدين الزول يبيعه عشان الأكل. الله بأكل العالم ده شت كله وديل بياكلوا وبدوا الشيخ الشيخ ذاته بياكل معاهم بدوا بياض 50 وكسرة وعصيدة راس ماله 3 جنيه في 47 الشيخ وداه وين ده مش سؤال وجيه. الشيخ ده ودى باقي القروش وين يقول فيك انت اخو يدوك فيك مقلب والله الذي لا اله غيره. الله ذا باكل العالم شد وما بزول بياكله ولا محتاج الى الاكل سبحانه وتعالى. قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم
وهو يطعم بأكل ولا يطعم، ما بأكله سبحانه وتعالى، غني عن العالمين، عظيم جل وعلا. يا أخي زول مرضان مريض تلقاه ممرقى في آخر الدنيا، تايلندا جايبين الجيلي، جايبينه من تايلندا عيان، وجايبين لغاء قال الشيخ بيتكلموا عن المهيوبة وبيتكلموا عن الأكل ويتكلموا عن أشياء تاني. بخرات تعال جاكتة، محايات تعال جاكتة، ما بخرات في الدين. قرآن ده الله نزله شان ندبر ونعمل به ونعبد الله به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والله القرآن الله نزله عشان نستفيد منه ونعمل به وأجر. ده المشوا عملهم حايات وبخرات، هون يمرضوا يمرقوا تايلندا والأردن والبرع مرقى في مصر، وجا راجع وما مات في المسجد، البرع ما مات في المسجد، مات في ساهرون. البرع مات في المستشفى ليه؟ ليه وكنت شغلتك دي أصله تدخل شباب الناس يا أخ مالية تفال تف تف تتفتف للناس، خشمك ما معروف فيه مصدي ولا فيه تتنس ما معروف، تتفتف للناس يا أخي يشربوا في مويتك وإنت تمر تمشي يدوك حقنة. ليه تغش المسلمين يا أخي؟ ما تشرب إنت وكنت فاشفة إنت ماشي المستشفى ليه؟ تمشي ليه المستشفى؟ غشوا الناس ونساوين المسلمين والدعاء يا أخي، وكلها لخبطة يا أخي. يا أخي تسوي قصايد، والله كلام ما تشوفه تقوله شديد ولا كذا، كلام ده الناس يسوي قصايد. كباشي كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل جبال. جبالي واحد من أخوانا بيتكلم قال واحد جار هنا قال كباشي بدي جنة، ونحن الموضوع ده والله ما نقيف منه إلا في النهاية رب العزة والجلال يضلنا ولا نموت. لكن حيين كذي أبشروا التب حيين وعقولنا ده معانا، والله ما نقيف من الموضوع ده أبدا، نواصل فيه كذي حتى نلقى الله تعالى. ناس يا أخي شيلوا حق الله يا أخي، قال كباشي جبال، واحد قال هنا كباشي بدي جنة الليلة دي، بلا واحد حكى لي الكلام ده هنا في الفريق ده. وقبل فترة واحد ناقشته بيجاي برضو قال هاي كباشي بدي الجنة، هاي كيف ما بيخلق قال كباشي يا أخي بدي جنة، بدي جنة كيف؟ نحن أسي ما عندنا جنيات أدانا كباشي الجنة اللي بدينا ليه؟ والله عنده أضانين كباشي بدي جنة، جيبوا لنا جنة فيه ثلاثة يضمين عشان نصدق. انتوا عنده أضانين يقول لك ده ده كباشي، وده ده الله أداه والله. كباشي كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي، المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وتفل، كم أدى طفل كباشي. دي عقيدة تخليها